يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم حارس من بلانيش ماسترز كلان، والنهارده انا جايب لكم نيد سبوت سيريز. هنكمل السيريز. اول ما كانت رايت، تاني ما ديترويت. لو مشفتوش الفيديوز ممكن تروح تشوفوها. والنهارده انا هجيب ماب الراس ومعايا ايجي خياط هيساعدني في الفيديو ده. بسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن. ودي هتكون اول نيد النهارده، وهتيجي انك تنيد الروف بتاعهم، يعني تنيد الروف اللي خياط واقف عليه كده. ناس كتير بتحاول تبكك من على الروف مثلا، او بتشوف لو هبوش على ايه. فعشان تكونتر الهور ده هتيجي وتقف هنا بالظبط، يعني ما بين الكرسي والنار كده شوية، وهتحط كروس هير اللي تحت هنا ترمي النيل. دي هتكون تاني نيت سبوت النهاردة، انك تكونتر لو حد مثلا بيحاول يفكك بسنايبر من الروف التاني. عشان تكونتر الموضوع ده، اول ما تعمل سبون هتجري، وهتجري في الكوردر ده وتبص فوق، هتلاقي زي البرانش ده كده، يعني تجيب الكروس هير اللي فوق على الحتة المتنية اللي هي دي بالظبط، وترمي النيل. يا جدعان، دي تالت نيد النهاردة، والنيد دي هتكون انك تنيد ايه بالظبط، يعني تنيد مثلا حد بيبلانت على ايه. قول مثلا انت عملت شكل بيه وما لقيتش حد، وعندك احساس اللي هو هيبلانت ايه. فعشان تكونتر الحوار ده هتجيب الكروس هير وتحط يعني يعني السنة اللي تحت بتاعت الكروس هير اللي تحت على شمال الحتة اللي انا حطيت عليها بالظبط كده. اتنين، هي دي يعني ممكن تكون احسن، يعني احسن نيت في التراس تقريبا، يعني نيت جميل، يعني كمان بتجيب سكيل كام حلو زي ما انتوا شايفين. التراس ده مات. دي رابع نيل النهاردة، هي هتكون انك تمنع حد مثلا لو انت عايز تبوش على ايه، انت اوفنس عايز تبوش على ايه. هتلاقي مثلا اتنين مثلا او حاجة بيدخلوا هنا بيعملوا كامب في بيدروم، عاملين هيد جليتش بيكامبوا في الشجرة دي، اي خرب يعملوه يعني. فعشان تكونتر الحوار ده، اول ما تعمل سفون تجري، هتلاقي اللمبة دي والطوبة دي الاتنين دول، يعني اجري ما بينهم. وهتجيب الكروس هير اللي على الشمال من تحت، وهتجيب اخر الحتة الزرقاء دي هتحط كروس هير الشمال عليها كده بالظبط. واثنين، Great job. Get ready for the next round. ماشي، دي هتكون خامس واخر نيد النهارده. هي هتكون انك تنيد بيه مثلا لو انت في 1 في 1 او 1 في 2 وعملت بلان بي مثلا، انه جيت الحته دي مثلا عايز تشيك بول، او لو حد جاي من ايه ومثلا عايز بدل ما تروح تتشالنج في بي مثلا عايز تخلص الموضوع بنيد او حاجه، هتجري في الكورنر ده بالظبط، وهتجيب الرايت كروس هير اللي على اليمين، الكروس هير اللي على اليمين قصدي، وتحطها يعني شايفين العمود ده، هتحطها فوق العمود بالظبط يعني هنا بالظبط. واثنين، بس يا جدعان يا رب الفيديو عجبكم. لو عجبكم لايك كومنت سبسكرايب وشير الفيديو، وشكرا شكرا لقناة اللي ساعدني في الفيديو ده. و